أهلا معكم مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج أم ومعلمة عبر شاشة مريم تي في. نحن مكملين حول رسالة البابا يوحنا بولس الثاني أم الفادي اللي حكي عن الطوباوية مريم العذراء في حياة الكنيسة عبر مسيرتها. نحن عم نتكلم عن المرأة برسائل البابوات، واليوم حديثنا هو المرأة مريم العذراء. بصرني استضيف المهندس أسعد أبي زايد من أصدقاء مريم ملكة السلام. أهلا وسهلا أسعد. بونجور من جديد. بونجور، شكرا على حضورك معنا بالحلقة. كمان حلقة الماضي كنت حضرتك معنا، الرسالة برجع بقول حسيتها بتشبهك، حضرتك مريم رسول مريم، وكتير عقبت انه كلنا مريميين صح. وكتير حلو كمان نكون عم نشهد لحياتنا مع مريم، حياتنا بقلب مريم كتير مهمة اليوم نكون عم نعكسها للمشاهدين. بقى شكرا لك مجددا. انا كثير مبسوط نرجع نكفي الحديث عن مريم، لانه اول شيء مريم هي يلي هي غرام حياتنا، وثاني شيء بدي ركز على شغله انا عبالي ركز عليها. مريم تمثل المراه، وانا بالنسبه لي المراه هي القدوه بحياتنا على الارض. المراه هي العائله، المراه هي المجتمع، المراه هي الطيبه، المراه هي البنيان، المراه هي الصمود، المراه هي التضحيه. اليوم واليوم اليوم بالذات اللي عم نعيشه عم ببرهلنا أكثر دور المرأة قدي عم بيكون فعال. البيوت الصامدة اليوم هي اللي فيها مرأة صامدة، المجتمعات الصامدة هي اللي فيها مجتمعات بعد المرأة صامدة فيها. فمشان هيك نيالنا بامرأة اللبنانية، نيالنا بمريم يلي أكيد إن مباشرة أو غير مباشرة تعكس هذه تلك المرأة، تعكس وجودها على نساء ورجال مجتمعنا يلي يصمد وسيصمد وسنخرج بقوة الله وشفاعة مريم من كل اللي عم نمرق فيه. نعم أسعد، تعقيبا على كلامك كمان، لأنه هون بدي استفيد قبل ما بلش فوت بالرسالة، قد ايه المرأة اليوم تثقل هيدا الصمود وهيدا المسيرة اللي ماشي فيها بهيدا العالم اليوم اللي هو رأسا على عقب من خلال فضائل مريم. كيف هي كان في رجل كبير يقول لي جملة حلوة، مع أنه هلأ شوية تغيرت بس هول القديمين تعرف. نعم. جمالهم حلوين. كان يقول لي الرجل جنة والمرأة بنة، يعني الرجل هو اللي بيجني المصاري بس المرأة هي اللي بتبني. هلأ اليوم المرأة كانت صارت بتجني وبتبني، بس المرأة تبقى هي اللي بتبني. الامرأة تبني المجتمعات، واليوم بكل اللي عم نمرق فيه بصعاب أنا عم بشوف عم بتطلع ببيتي، طلع ببيتك لميا، بعدنا عم نحكي من شوي قد مريم أسرة ببيتك. بس اطلع بالبيوت بكتشف البيوت الصامدة. اليوم الفقير والغني مثل بعضهم، اليوم المتعلم والمش متعلم مثل بعضهم، تساوى الجميع بالهموم بالمصايب بالمرض بالسياسة بالاقتصاد، سوينا بكل شيء. نفترق عن بعضنا بشغلة واحدة، حلول مريم بحياتنا أو عدم حلولها. ولما احكي عن مريم بحكي عن يسوع، لانه مثل ما قال بابا يوحنا بولس الثاني لا ينفصما عن بعضهم البعض، صاروا باتحاد. حكينا بالحلقه الاولى اتحاد مريم للصليب برهن قد ايه اتحاد بيسوع انه شخص واحد بالاتحاد. فمريم وجودها اليوم بالمجتمع هو صمود لمجتمعنا، وهي سيدة لبنان. هي سيدة لبنان، حامية لبنان، ولبنان لن يسقط ولم يسقط رغم كل شيء. نحن اللي عنا هي لازم يكون خلصنا. نحن باللي عم نمرق فيه لم ينتهي، لازم خلص انتهينا من زمان. من الحروب اللي كانت حول بلادنا للاقتصاد لكل شيء لكل شيء كل شيء ما في شيء بقى. اللي هي بعد شغله ما صارت اقتصاديه وبائيه كل شيء. صمودنا اليوم هو مريم سيدة لبنان، سيدة حريصة، سيدة بشويت، سيدة كل واحد بقلب كل واحد منا. هالعذراء اللي دخلناها لبيوتنا اللي رح نحكي عنها بعد شوي، اللي كل واحد اجا من اي رحله حج دق الباب وفوت مريم معه على البيت، هي اللي ضلت معبره هالبيوت نحن عايشينها. نعم، يعني هي سيده البيت، وهي كانت معه برحله الحج، وكانت كمان حرست له بيته وقتها كان برات البيت، يعني كانت هون وهونيك موكله كل هالمهام انه انا يا مريم رايحه، ولادي وعائلتي اليوم تركتهم معي. بتذكر بمادي جوريه لما نقول انه يا عذراء انت حد وحسس فيكي هلا بعد شو يا عذراء كوني حد اولادي اللي قاعدين بلبنان. يعني لك قد ايه بدنا اياكي وين ما كان، رائع في كل مكان، هي في كل مكان. ثقتنا بقوة مثل ما بنقول ابانا الذي في السماوات، هو في كل مكان، هو في كل مكان. يسوع لما حكي عن 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 ملكوت السماء صار يقول لنا حبة الخردل الطحين يشبه كنز في الارض، بالاخر قال لنا ملكوت السماء في داخلكم.
في داخل كل واحد منا، صار جوا نحن صرنا هيكل، مثل ما مريم صارت هيكل للروح القدس. كل واحد منا بواسطة القربان، بواسطة مريم القربان، بيت القربان الأول ويسوع المتجسد في هذه القربانة، صرنا كل واحد منا هيكل للروح القدس. نعم. لنفوت برسالة البابا. ابتدى البابا هذا القسم، هذا القسم الثاني من رسالته، صعب فينا نهرب منه شوي نحن غير شيء. بقوة الإيمان مش رح يكون صعب. فعلا البابا يوحنا بولس الثاني برسائله حول المرأة وحول مريم بيعطي يعني معلم في الكنيسة، وكلمة وكلمة اللي بيقطع هيدا الرسالة، ونحن مشجع المشاهدين بشوف انه كل كلمة بده يوقف عليها وبده يرجع يعيد ويقرأ المعنى لعن جد يرسخ المعنى مظبوط، لانه غنية كتير الرسالة وكتير حلوة صعبة وبتهون بعين بس الإيمان. بس اجمل شيء بيخذهم كلهم من الانجيل، من الانجيل. يوحنا بولس الثاني بيقول جملة عن الانجيل حلوة هلا تذكرتها، بيقول ليكن الانجيل في قلب عائلاتكم ولتكن عائلاتكم صفحات إنجيلية. خلي تكون عائلتنا صفحة جديدة بالإنجيل. الإنجيل هو الكتاب الوحيد ما في النهاية بالآخر. أيه. هو الكتاب الوحيد ما في النهاية لأنه ما بيخلص، لأنه كل واحد منا، كل عائلة منا هي صفحة إنجيلية. بيقول البابا هيدا القسم بعبارة، ببلشوا بعبارة الكنيسة تتقدم في مسيرتها عبر اضطهادات العالم. بعدها الدنيا مثل ما هي من وقت البابا 87 لليوم، وتعزيات الله يعني حط اضطهادات العالم وتعزيات الله، وهي تنادي بصليب الرب وموته حتى يوم مجيئه. وبكفي بيقول مريم حاضرة، مريم الطباوية لأنها آمنت، وهي التي كانت تتقدم في مسيرة الإيمان مشاركة أكثر من أي خليقة أخرى في سر المسيح، فهي في وسط المؤمنين بمثابة مرآة. حكينا عن المرآة، حيث تنعكس عظائم الله انعكاسات لا أسمى ولا أصفى. ما هو هيدا الحب؟ من هي هذه الجميلة المرأة؟ أو شيء شو مبسوط إنه بتعرف الرسالة شيء صفحات كبيرة، يعني إذا منشيل هول عم نشيلهم هن جملة من صفحات. شو حلو إنه أنا مش هتصدق العمية شيل زيت الجملة اللي أنا بلش فيها، واستسير الكنيسة عبر التجارب والشدائد تسندها طاقة نعمة الله التي وعد بها الرب لتتجدد دوما بفعل الروح القدس. مريم حاضرة لأنها آمنت، هي التي كانت تتقدم بمسيرة الإيمان. مريم اللي حكينا عنها بالحلقة القديمة، يعني رح نذكر المشاهدين اللي ما حضروا هذيك الحلقة على السريع. مريم هي التي آمنت، هي الممتلئة نعمة، صفتها الممتلئة نعمة يلي هي هبة من الله، هي التي آمنت. وهون إيمانها هو تجاوب مع هالعطية اللي عطاها إياها الله. هي التي كانت مطيعة وهي اللي كانت أمينة حتى الصليب. مريم اليوم عم تطلب منا هالامرأة الجميلة. شو جميلة، شو جميلة مريم ميديغوريا لما سألوا قد شي حلو العذراء، قالوا لهم حلو كتير. سألوا العذراء ليه أنت حلوة هالقد، قالت لهم لأنه بحب. جمال الحب، جمال الحب. مريم جمالها هو حب للبشرية. مريم هو جماله ألمها لأنه بألمها في حب. مريم جماله هو عطلان هم، عطلة هم الآخرين لأنها كانت تهتم. مريم جميلة، مريم رائعة. مريم لو كل أناشيد، إذا متسمع القديسين قد ايه عاملين أناشيد لمريم، مريم الجميلة، مريم الرائعة، كلهم قليل قدام هالعظيم الذي صنع بها الله العظائم. لكن صنع بها الله العظائم. هالقد مريم حلوة، هالقد أنت حلوة لميا، هالقد أنا، هالقد كل واحد بحب رح يكون حلو. مريم عم تقلنا اليوم حبه، حبه، لأنه بعد شوية رح نحكي الكنيسة حبت. الكنيسة لأنها حبت صارت حلوة مثل مريم. الكنيسة صارت جميلة لأنها حبت. الكنيسة اللي ما بتحب هي كنيسة بشعة. يعني ما مسميها كنيسة، لا تتطور، لا تتطور بالإيمان. ما بتمشي هالمسيرة اللي حكي عنها البابا يوحنا بولس الثاني، مسيرة الإيمان اللي مشيتها مريم. وشو هي مسيرة الإيمان؟ ما حكينا عنها بهذيك الحلقة. هي مسيرة عاشت، خبروها بدك تسيف الألام، ضلت مؤمنة، ضلت أمينة، ضلت واقفة حد الصليب، ضلت لا من بعد موت يسوع. اليوم صرنا عم نحكي هلا بالمرحلة الثانية، مات يسوع. بلشنا المرحلة الثانية، صارت الكنيسة، ولدت الكنيسة. نعم. يعني وقت تحدث البابا عن المرآة برسالته بفهم انه هذه هي الجميلة بتطبع، اللي هي المرآة اللي انا بدي اطبع صورتها على صورتي، هي صورة الحب، هي صورة الحب. وبدنا ننتبه، يسوع قالنا يسوع قالنا كونوا على صورتي ومثالي. بس نحن شو مشكلتنا؟
عم نعمل يسوع على صورتنا ومثالنا. نحن عم نحاول نعمل يسوع على صورتنا ومثالنا. هيدا الفخر الكبير اللي بنوقع فيه، بدنا اياه يعملنا هي وزبط لنا هي، ما عم نقول له لتكن مشيئتك. مع مريم بدنا نجرب ما نوقع زيت الشيء. يجب ان نكون على صورة مرآة مريم بالحب، ولا نجعل مريم على صورتنا مثل ما نحن بدنا اياها. خلينا نكون اعمى. يسوع قال له لبطرس اذهب الى العمق، تعال نروح بعمقنا نشوف مريم مش نشوف حالنا. نشوف نحن من وراء صورة مريم وين، وين شعراتنا الغلط، وين حبنا الناقص، وين حنيننا الخفيف. تعال نروح مع مريم بعلاقة نكتشف ضعفنا وحلو ضعفنا. وعلمينا يا وعلمينا يا مريم كيف نعمل من ضعفنا قوة. مش هيك قال لهم؟ أنت التي من خلالك تحقق أن تحولت النعمة الشر إلى خير، وكل هالأمور اللي صاروا هول هذا الميلاد اللي عشناه، هذا الميلاد اللي عم نعيشه، ميلاد يسوع اللي عم نعيشه كل يوم. وجون بول دو لما عمل الرسالة عملها قبل الألفية الثانية، يعني 1987 قبل الألفية الثانية. ليه قبل الألفية الثانية؟ ليه ما عملها بالألفية الثانية لمولد يسوع؟ لأنه مريم كانت موجودة، وكأنه عبالنا كان الله محضر وجوده قبل الميلاد. فهو بلش بالصلاة وعمل سنة لمريم صلاة، كأنه كان عم يتحضر للميلاد، لميلاد يسوع، لزمن الممتلئ نعمة اللي بده يجي على. وقال ضروري نكرمها هلأ لأنه نحن واصلين على الألفية الثانية بعد حدث الميلاد. ضروري نكون عم نكرمها لأنه هي كانت قبله، كانت السابقة بسماع كلمة الله لحتى يتجسد فيها وتحضر لهذا المجيء. وبتكريمها سقط حائط برلين، وبتكريمها سقطت الشيوعية، وبتكريمها كملت الكنيسة مسيرتها رغم الشدائد والاضطهادات. كفت الكنيسة هو بتكريم مريم. وكان الله عم يبعث تعزيات، وهي احدى تعزياته من خلال روح القدس اللي هي عروسته اللي هي هيكل روح القدس. نعم. وكمان هون حكي البابا عن حدث حلول الروح القدس بالعلية، وقال كانت مريم حاضرة وسط الرسل في مطلع مسيرة الإيمان هذه، وهي التي سبق الروح القدس وحل فيها. يعني كانت دجا حيل فيها الروح القدس قبل العنصرة، سبقت. وتكلم البابا كمان عن مسيرة مريم على دروب الإيمان، البشارة للصليب. أسعد أنت اليوم الرجل الذي تمشي مع مسيرة مريم على دروب مريم. بماذا تتكلم عن مسيرة إيمان مريم المرأة والدة الإله الطوباوية، المرآة لكل مرأة على هذا المثال وعلى هذا الحضور؟ شو بتقول اليوم عن هيدا، عن هالمرأة ماشية بمسيرة الإيمان؟ العنصرة كان حضر لها بالصليب وبالبشارة. يعني بلشت بالبشارة لما قالت أنا آمنت الرب بالطاعة بمسيرة الإيمان. القمة تبعها كانت على الصليب العنصرة. وهون لما إجوا الرسل اجتمعوا مع مريم بالعلية، كانت الانطلاقة الكبيرة لوجود مريم. تخيلت التلاميذ شو كانوا عم يشوفوا بمريم؟ خوف كانوا عايشينه، تفرقة، ضعضع. نحن عايشين هالشيء. لما نوجدوا مع مريم شافوا الحنان، شافوا الصلاة، شافوا الحب، شوفوا الانطلاقة جديدة. وكان والثقة. فجر الكنيسة الجديد بهاللحظات في أعلية صهيون. هناك بلش فجر الكنيسة مع مريم. هالقد هي المرآة اللي عم يحكي عنها يوحنا بولس الثاني. وقدي كمان أنا بدي أكون عم بتخيل المشهد، قدي مريم هي وقاعدة بهيدا الحدث، واللي هي كانت امتلقت من الروح القدس وعاشت هيدا الحدث مسبقا، وقديش ثقتها بابنها وهي كانت واقفة معه على الصليب، وثقتها بالكلمات اللي بشر فيهم الملاك انه لا نهاية لملك يسوع. قديش هي كانت قاعدة هيك وصامتة وهادية وفيها هيدي الثقة، ثقة الإيمان، هيدي الثقة اللي هي بهالانتظار وعارفة شو رح يصير، وعم تطلع فيهم وعم بتحفزهم عم تعطي هيدا السلام، لأنه أكيد كانت قاعدة بكل هيدا السلام. كانت هي السلام يلي خلت تلميذ يقدروا يطلعوا من قوقعتهم. خلينا نمشي شوي هيك بالتدرج أنا وياك لميا. يسوع لما مات قال لهم لتلميذه، نمشي فيهم بالتدرج هيك، كما أرسلني الآب كذلك أنا أرسلكم. هيدا دغري بعد القيامة. وقعد 40 يوم يعلمهم. قعد 40 يوم يعلمهم لهالتلميذ، قاعد معهم، يظهر عليهم هون، يحكيهم هون، يعمل معهم هون، يشيل هون. يسوع بخلينا نتدرج شوي شوي، ليك روعته،
برجعنا للبداية. سلم التلاميذ رجعوا للبداية لسببين. رجعوا لمريم لما شافوها بالعنصرة، نرجع لدور مريم، شافوا البشارة، شافوا لما قال لما قال هون تجلت الجملة المضبوطة اللي ضلت واقفة قدام الصليب، لما قال أنا سأبقى إلى الدهور. بالأيام شفتهم مريم تجلت هالجملة مرة تانية هي وواقفة في العلية. أول مرة ضلت واقفة قدام الصليب صامدة، تاني مرة كانت واقفة في العلية لما عرفت بالقيامة، لما كانت واثقة من القيامة. مريم لم تذهب إلى القبر، كانت عارفة أن يسوع قد قام. لازم هي كانت تكون اول وحده رايحه يحطوا العطر والامور، ما فتشت عن الحي بين الاموات. مريم كانت تعلم ان يسوع قد قام، مريم كانت تحفظ كل شيء في قلبها. وهون كان روعه. 40 يوم يسوع عم بيعلمنا، يسوع رجعهم على الجليل، بيبعت مريم المجدليه وبقول لهم قولي لهم يلاقوني على الجليل. شو هالخبريه؟ تخيلي انا وانت خيفانين هربانين، تخيلي نحن خايفين من اليهود اللي بدهم يقتلونا، خايفين من الرومان اللي بدهم يقتلونا، نحن عايشين هلا هون على الدوره، بقول لنا روحوا لاقوني على طرابلس او لاقوني على جبل حريصه. وقام من الاموات. وقام من الاموات، يعني انه ليه بدي اروح لهون؟ لاقيني لهون. رجعهم على الجليل لسبب واحد، لانه بده يرجعهم للبدايه. رجعوا لبطرس للبدايه لما التقى فيه هونيك بالجليل، والجليل هي قمه الجبل، يعني قمه اورشليم الثانيه. رجعوا للجليل وهونيك قال له لبطرس، ما عاد عيط له بطرس، عيط له سمعان. رجعوا كمان قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ يا سمعان. رجعوا لسمعان وسالوا ثلاث مرات. رجعوا للتواضع، رجعوا للمكان الاول تيرجع ينطلق بكنيسته من جديد، تيرجع ينطلق انه كانه عم بيقول لك اليوم كب كل اخطائك، كل شيء وصير معي باسم شغله وحده. قال له اتحبني؟ رجعنا على قصه الحب. ومريم زاد شيء لما قالت انا امه الرب بحب، رجعت للبداية. كانت فجر الكنيسة تنطلق من العلية، الصليب، البشارة، اجتمع كل شيء، كله اللي اجتمعوا بقلب نقطة صغيرة بالعلية، وكان فجر الكنيسة الجديدة انطلاقة منهم. يعني رجعت قطعت كل مسيرة الكنيسة. نعم. وحتى تحدث البابا، يعني هونيك انطلقت الكنيسة، وتحدث البابا حتى عن مهد الكنيسة على الصليب وقت قال له ليوحنا، قال له هذه أمك. يعني بأصعب لحظاته كإنسان عم بينازع، أعز كلمة بيقولها الإنسان بوقت نزاعه، أعز كلمة قال له هذه أمك. يسوع قال سبع جمل، وإذا بدنا نوقف عليهم نوقف نعمل كتير. حلقتين ثلاثة لكل جملة حلقة منقولهم. بس من هالجمل إنه يسوع لما كان عم بينازع وعم بيلفظ الروح مع ألامه البشرية، مع أوجاعه، مع نظرته الحلوة لقلنا، يلي عم بيقلنا رح أوقف على جملتين، هذه أمك، لما عطى ليوحنا هذه أمك، شو هالثروة اللي عطانا إياها؟ عطانا إياها بملء فمه، ما عطانا إياها لا بالوما ولا بالرسل ولا بأي تبشير، عطانا إياها بملء فمه. هذه أمك خذها، هذه أمك خذها. هذا أكبر هدية، أكبر إرث. قبل ما يموت واحد بيعمل ورثته، بيعمل وصيته، بيكتب، بيورث ولاده، بيورث كل شيء. يسوع بيقول لولاده لما ولد اعطانا، ورثنا ملكوت السماء، انه نكون ابنائه بالتبني. وعلى الصليب اعطانا امومة مريم. ولا اروع ولا اجمل من هاللحظه، قد يسوع كان هالقد بحبنا لاخر تكه، هالقد مغروم فينا، هالقد مغروم بمريم، هالقد هون لما قلتي لي طلعت مريم على السماء وكل شيء ضل عندها هذا الدور، اعطاها دور لا ينتهي. حتى هذا لا ينتهي وهي فرحة كانت واقفة. لا نهاية له، لا كمان نهاية له. مثل ملكه. نعم. حتى هون بأمومة مريم وحنان مريم حكي البابا كمان عن المزارات المريمية، وحكي قديش عم تستقطب ناس، والناس بتروح تلتمس هالحنان وأمومة مريم من هونيك، وقديش عم تنجذب الناس لأمومة مريم بهالمزارات. حضرتك عندك اختبار بمزارات المريمية، شو بتقشع بهيدا الانجذاب؟ شو بتقشع انجذاب للنفوس؟ كيف هالنفوس عم تنجذب؟ كيف توصفها؟ سألوا لواحد ختيار بمديغوريا، قالوا ليش في كتير حجار على طريق الجبال؟ في كتير حجار. قال لهم هول الحجاج بيجوا قلبهم حجر، قلبهم قاسي، قلبهم قاسي من وراء الحياة، قلبهم قاسي من وراء الظلم، وهن ظالمين أوقات وهن مظلومين أوقات، قسي قلبهم. مريم بتجي هالأم الطيبة بتشيل هالقلب الحجر بتكبه
بتحط لك قلب كله بواب تفتح انه يدخل عليه يسوع. ولما يسوع قال من احبني يسمع كلامي ويسمع ويحبه ابي وننزل انا وابي ونقيم عنده. معقول اله الكون بقلنا انا بنزل اقيم عندك بالاماكن المريميه؟ وانت بتعرف لميا انه مريم قالت لهم اذا انا عم بظهر والقداس ماشي بتروحوا على القداس. هي تدل على يسوع. عطتنا خمس اشياء كتير مهمه بميديجوريه وبكل الاماكن، قالت لنا الصلاه، الصوم، الكتاب المقدس، الاعتراف، المناوله. عطتنا كل الامور يلي نحن المسحه الورديه، الصلاه، يعني كل الامور يلي بتوجهنا لوين؟ لعند ابن يسوع. كل هدفها. وبنشوف الناس قد ايه عم تتغير، بنشوف هالاماكن الحج المريميه قد ايه غيرت البشريه. هي اللي غير. انا بقول لهم لو ما هالاماكن الموجودة بقلب هالعالم الأسود راح الكون. شو في إذا ما في كل إذا ما فيها الصلوات اللي عم بتصير بشفاعة مريم مع يسوع بكل هالأماكن، الكون راح الشر، ربح الشر بيكون. إنما الشر لن يربح طالما مريم ستسحق رأس الحية. بس شو اللذة إذا بتطلعي على سورة الحبل بلاد الانتقال لسورة الانتقال بتلاقي مريم داعس الحية وتنظر إلى فوق. تنظر إلى فوق لسببين، يعني أنا مكملة أنا مكملة، أنا بقوة الله عم بدعس الحي، والحي ما بعطيه أهمية وبنظر لأكثر. أمشي قدما، هي مسيرة الكنيسة. إذا بتوقف للمطرح مثل ما مور بولس بقول أنسى ما ورائي وأنطلق إلى الأمام. نعم، نحن رح ناخد بريك قصير. مشاهدينا خليكم معنا، بريك قصير ونرجع. الله معكم مشاهدينا، نحن مكملين معكم حول رسالة البابا يوحنا بولس الثاني أم الفادي. أسعد كنا عم نحكي عن المزارات المريمية وقديش عم تجذب مريم ناس، وقديش الكون لو ما هالحضور وهالشفاعة وهالحنان وهالحب اللي بتسكبه بتشيل قلب الحجر وبتحط قلب الحب بقلب الإنسان، شو كان عالمنا اليوم. وهي يمكن كمان جزء كبير من مسيرة مريم بحياة الكنيسة. كمان حكي البابا يوحنا بولس الثاني عن مريم رمز الوحدة بين المسيحيين، وكيف انه كمان شدد بفرح كأنه عن الكنائس الشرقية خاصة كيف تهلل وتبتهج لمريم، كيف تمدح العذراء وكيف بتكرمها إصابنا بأنها تمدح. نعم، يعني كتير أشاد بهذا الموضوع، وحتى استشهد بكلام يعني بينقلوا بصلوات بالكنيسة الشرقية حول والدة الإله، وحكي قديش في أباء قديسين اجوا على الكنيسة مثل مرفريم السرياني، مثل كل الأباء القديسين من الشرق اللي كمان هن تغنوا بقداسة مريم وجمال مريم الداخلي والخارجي كأم الإله. كيف بتعلمنا هذه المرأة المقدسة الوحدة مع الآخر اليوم؟ اليوم عالم مقسوم، صار قديش في 7 مليارات شخص على الأرض، تحس في 7 مليارات قسمة أو قسم بالعالم. كيف بتعلمنا الوحدة مع الآخر؟ لميام، أول شيء تننتقل هيك من المزارات، كيف نقدر نفوت بهذا الموضوع مع المزارات، كيف بيصيروا يفوتوا ببعضهم؟ نحن نعرف أنه كل مزار مريم كان في رسالة من وراء. فاطمة كانت المسبحة، لورد كانت حبلة بها بلا دنس، وآخر ظهور بميديجوريا اللي بعد ما اعترفت في الكنيسة لأنه بعده عم بصير، بس كانت طور التدقيق. كانت الرسالة هي السلام والمصالحة. هي الوحدة مع الله والمصالحة بين الله والإنسان وبين الإنسان والإنسان. لما سألوا لله شو أعظم وصية، قال لهم أحبب الرب إلهك من كل قلبك وعقلك. قالوا تاني أهم وصية، قال لهم أحبب قريبك حبك لنفسك. يعني حب الذات، مصالحه مع الذات، مصالحه مع الاخر، ومصالحه مع الله. هن هو الثلاثه يلي مريم عم تحكي عنهم باخر ظهوراتها. اول شغله قبل ما بلش احكي عن الوحده بين المسيحيه، ونحن اخبر خطا بنمشي فيه، نحكي عن الوحده مع ذاتنا بالاول. هل انا متفق مع ذاتي؟ هل انا راضي مع انا؟ أعرف ما فقد السلام لا يعطيه. هل انا اعرف ذاتي؟ هل انا متصالح مع ذاتي؟ ما فقد الشيء لا يعطيه. قبل ما بلش روح صلح الوحده، خلينا نعمل وحده مع ذاتي، خلينا نعمل وحده مع عائلتي، خلينا نعمل وحده مع ضيعتي، خلينا نعمل وحده مع طيفتي، خلينا نعمل وحده، بلش بعدين انطلق للوحده بين المسيحيين. شو هالصعوبه؟ انت بقلنا ربنا انت مول هالقد، وانا بعرف كيف بكبر.
ما تفلسف وتقول انا كيف بدي طعمل بافريقيا وكيف بدي رب خمس خبزتين ربنا طعمه الف انت اعطيه خبزتك. من هو هالصبي الصغير المؤمن اللي كان اكيد على خطى مريم اللي اعطى كل ما عنده وربنا عرف شو كبر هالشيء واعطى. كانت نفس صغيره، كانت نفس عطيت. صغيره، نفس طاهره مثل مريم، نفس هيك حنونه طيبه، كان طفل صغير. فكرك مش كلهم كان معهم اكل، كلهم كان معهم خبون. الكبار قال لك انا ما راح اعطيهم بركه جعت، وهذاك قال لك قوم ياخذهم وما يعطيني اياهم. ضل فيها الطفل الصغير، مشان هيك انا لم تعودوا مثل هؤلاء الصغار. هو اللي بيسلم، مريم كانت تسلم. الوحده من المسيحيه الاجمل فيها شيء انه ما راح نخاف، عندها ام. ولما في ام كلها عم بتصلي وتتشفع للجميع وتغمر الجميع وتحب الجميع، ما نخاف الا ما راح نوصل يوما ما. ومثل ما قلتي الكنيسه الكاثوليكيه تفرح انه كل الشرقيين هن بهالوحده يهللون. وما علي بدي احكي بشغله صغيره بس هيك عن هولي، مثلا الكنيسه القبطيه شو بقول؟ نرى جميعا اما لنا تصلي لاجل اسره الله. عشو خيفني؟ نعم. حتى الشرقيين في عز اضطهاداتهم لجأوا لأم الإله وتشفعوا لها. القبطية والحبشية عند القديس كيريلوس الإسكندري، السريان عندهم إفرام السرياني اللي هو قيثارة الروح القدس وكم كان ينشد بمريم. الأرمنية عندهم غريغوريوس اللي كان ينشد أجمل ويكتب أجمل أشياء عن مريم. لترجية البيزنطية بيوحنا فم الذهب، كلهم 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 عندهم مريم. طالما فيها الأم اللي بتلم لن نخاف. نعم. اكتشفوا الطريق للحب، اكتشفوا طريق الحب مزبوط. اللي بتودي للحب اللي هو وحب بعضنا الأرض. اهم شيء نبلش نحن بالوحده. نعم. احنا نحب بعضنا، نحب يلي ما بيتفقوا معنا بالسياسه، نحب يلي ما بيتفقوا معنا بارائنا، نحب بعضنا، نحب بعضنا. الحقيقه لا يعرفها الا الله. يسوع بيقول انا الحق المطلق، الحق الحق اقول لكم. بيقول الحق الحق اقول لكم، او بقلنا بكثير مطارح اما انا فاقول لكم. سمعتوا كثير انتوا هي وهي وهي، اما انا فاقول لكم. هي الحقيقه الوحيده. نحن الحقيقه على الارض منا مطلقه، نحن عنا جزء من الحقيقه. سالوني مرتب كيف نعرف مين معه حق اكثر، قلت لهم قد ايه بيكون في حب بقلب هالحقيقه بيكبر بالحب، وقد ايه بينقص الحب من هالحقيقه بتخف الحقيقه. نعم. الحب هو كل شيء. حكي البابا كمان عن نشيد مريم، هو نشيد الكنيسه حتى سماه، وقتها قالت مريم تعظم نفس الرب. انا كانسان اليوم ايمتى فيي اقول هالكلام؟ ايمتى بينطق وبيتفجر من قلبي هالكلام تعظم نفس الرب؟ عظيم ربنا. انا اسعد بقول له اياها لما بقول له نعم، مثل ما قالت مريم نعم. مريم قالت له نعم. انا نهار اللي بقول له نعم لربنا ساعتها تعظم نفس الرب. الرب يصنع فيها العظائم لتعظمه بصير لما بقول له كلمه نعم. نحن ما منقول نعم، نحن لا نسير مع يسوع مثل المي اللي مارقه، نروح معه نسلم. نحن ما منسلم. اذا في شي ولد صغير واقف على راس بنايه، لو اجى الصليب الاحمر والاطفائيه وكلهم قالوا له كب حالك، ما راح يكب حاله. اذا بيسمع صوت بيو بكب حاله لانه بيوثق ببيو بسلم. نحن ناقصنا هذا التسليم وعم نشتغل عليه، وانا عم اشتغل عليه. نحن ما عم نخبر المشاهدين اشياء انه كبير. نحن وصلنا كلنا لا 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 بمسيره لا لا. كلنا نحن كلنا بمسيره مع مريم. نعم. مسيره ايمان. نعم. فيها طاعه، فيها امانه، فيها حب، وفيها تسليم مثل ما هي سلمت لحتى الصليب. لما كان ملكه ملك الدهور وهو يصلب كانت بعدها عم بتسلم، كانت بعدها. نحن علينا نعز شيء. انا لما بقول نعم تعظم نفس الرب. نعم. حتى قلتها ببهجة، بيقول البابا قلتها ببهجة كبيرة، يعني كان في فرح بقلبها كتير كبير. غنية كانت كأنها عم تغني. نعم. كيف نحن مصير نغني تعظم نفس الرب. كانت عم تبتهل، كانت تبتهل، كانت ما بعرف شو كانت عم تعمل. نحن نقراها بس الله عليمك كيف كانت عم بتقولها وكيف كانت عم تنشدها. كان شيء رائع نشيد مريم، لأنه مريم ما حكيت كتير بس عملت نشيد. عملت نشيد هون، عملت نشيد كبير، يعني ابتهجت نفسها بشكل عظيم. يعني حتى وقت بشرها الملاك قالت له من أين لي؟ من أين لي؟ يعني أنا كيف يكون هذا؟ بس هون ابتهجت وحكيت وعملت نشيد، غنت. يعني قديش كان في بهجة حكي عنها البابا. كمان حكي البابا عن وساطة مريم، أم لابنها المسيح. وهذه الوساطة، حكي أنه الوسيط مع الله هو المسيح وحده، وشفاعة مريم هي الوساطة مع المسيح، هي في المسيح، هي في المسيح. وهذه الوساطة تنبع من أمومتها. كيف اليوم منلتجي لأمومة مريم، وكيف منعيش أبناء لمريم؟ مربول سؤاله، ليس لا هناك وسيط إلا الله. ما في وسيط إلا يسوع المسيح بين الله. طب مريم كيف بدها تكون الوسيط إذا بس يسوع المسيح؟ مريم هي في يسوع. مريم
لم تنفصم عن يسوع، كانوا شخص واحد. أنا علي استعمل مريم بإيمان أنها هي الوسيطة، لأنه الرب أرادها أن تكون وسيطة. ولما الرب بده يبطل مريم تكون وسيطة، ما كان عملها وسيطة الأجيال الثانية، لم تكن هي وسيطة العهد الجديد، كانت هي وسيطة العهد الجديد، كانت هي حواء الجديدة، وسيطة العهد الجديد. يسوع كان فيه يولد بطريقة ما نعرف كيف، لم يولد إلا من امرأة، وكان قادر، هو قادر الإله، كان قادر الإله. كيف نشوف إنه بلش رسالته؟ كيف فينا نشوف إنه بلش رسالته مثل أشعيا؟ ما نعرف يمكن من وين ولد أشعيا، نبي أو مدري مين، كيف يبلش رسالته؟ لم يقبل إلا أن يولد من امرأة ليعطيها هذا الدور الوسيط. وأنا سأخذ هذا الدور، أنا رح أخذ مريم، أنا أصر إني أخذ مريم، وكل واحد منا يصر إنه يأخذ مريم. وبالآخر أوقات بصير تقول نسيتها قد ما بس تنغرم بيسوع وتاخذك. رح نحكي مثل الإمرأة السامرية. الإمرأة السامرية قالت لهم لما شافت تعرفت على يسوع، راحت خبرتهم عن يسوع. شو بيقولوا الأهالي السامرية؟ بيقولوا لما سمعنا ما تقول هذه المرأة أحببنا يسوع، أما عندما تعرفنا عليه خلص راح دورة. مثل كأنه راح دورة. لما بتتعرف على يسوع مريم بتاخذك لعنده، مش بيروح بدور مريم، بس أنت بصير تنغرم بيسوع، ساعتها بتكتشف مريم اللي بقلب يسوع. وحكي كمان البابا عن تقدمة مريم ذاتها بكليتها لله، وتقدمة أمومتها وبتوليتها، يعني هي أم وبتول. من هي مريم المكرسة بكليتها للرب، ونحن كيف منفوت على هالمدرسة، مدرسة التكرس تبع مريم للرب بكليتنا، إن كنا أمات إن كنا بيات، عايشين البتولية مكرسين، علمانيين مكرسين، أو عندنا كهنوت خاص، كيف منفوت على مدرسة مريم؟ المفتاح تبع مدرسة مريم التواضع. مفتاح مدرسة مريم، أول مفتاح تفتح الباب وتفوت هو التواضع. وهو قالتها بنشيدة، قالتها عن التواضع أنه سينزل عن الكراسي والمتواضعين. التواضع هو سر مريم وهو سرنا كلنا. وإذا نحن منسير نفوت بسر التواضع نصل إلى كل الأمور البقية. بدون التواضع نحن عدو التواضع هو التكبر، هو الأنانية. هتتخيل الكون وراء التكبر الأنانية كيف تدمر الأرض، دمرت من وراء الأنانية والتكبر. والأرض نبتت حب، ليلة الميلاد ينبت الحب من وراء تواضع مريم. مريم متواضعة، هذا أول سر من أسرار المسبحة، التواضع. لما بشر الملاك ثمرت هالسر هي التواضع، محبة القريب. إذا بناخد أسرار المسبحة، مريم هي مدرستها، تواضع، محبة القريب، الطاعة. طاعة مريم قد كانت مطيعة، كل هول إذا بناخدهم نعرف نحن قد الطهارة. كل هالثمار هي مدرسة مريم. يعني اليوم نحن لنفوت على مدرسة مريم ما نحمل مسبحتنا. مرسي لميم، خلص هي الطريق. هود الأربع أسرار. ونفوت بهالأسرار تبعها هيك، فوت بأسرار مريم، بنعرف ساعتها هي مدرسة مريم. ما هي بس قلتنا. أسعد طوال الصلوات، يعني اليوم في ناس بتقول يعني أو يمكن بتختبر هذا الاختبار، إنه أنا اليوم بصلي المسبحة بس طويلة وفيها تكرار. كيف بقدر كون عم بعيش واتعلم مزبوط بهالمدرسة، احفظ درسي بهالمدرسة؟ انا فيني اقول للي بحبها مليون مرة بحبك، وكل مرة بتسمعها مبسوطة وبتقلي تم قلت ليها من دقيقة بحبك 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 بحبك. بدي كرر شيء. انا عامل كتاب هلا جديد حكي عن المسبحة. المسبحة كيف قد جمالها بصلاتها. هل السلام عليك، بس اذا بتخيل انا عم بصليها، بس انه مين السلام عليك؟ هالثلاث اقسام السريعه عم نحلقونا. السلام عليك يا مريم يوم ترعى، هو لما الملك جبرائيل اللي بعدنا عم نحكي عن البشره، كلام ملائك. بعدين لقاء بقى لي صبات يا قديسه مريم يا ولد الله. وبالاخر اجمل شيء انا بفوت على هاللقاء يلي هو مريم مع جبرائيل، لي صبات مع مريم. بفوت انا هالانسان الضعيف بقول لها يا قديسه مريم يا ولد الله صلي لاجلنا نحن الخطا الان وفي ساعة موتنا، أنه هو اللحظتين المهمين بحياتنا. إذا كل مرة عم بصلي السلام فكر هيك، فكر بهذا اللقاء الإلهي، الآب والابن والروح القدس. أنا مريم إليصابات بصليها مليون مرة وبفوت، ومثل ما بقول الديس خوري آرس، مرة السلام عليك تقولها من قلبها بتهز أرض جهنم والشيطان الجحيم، بتهز الجحيم. يعني اليوم نحن دعوة لكل المؤمنين رجال ونساء، لأنه المسبحة مش بس للتيتا والماما الخيارة. يعقوب بقول بدنا رجال، لما بلش رجال تصلي مع رجالنا بتكون الدنيا صارت بألف خير. حتى أمه بتقول للطباوي أبونا يعقوب الكبوشة بتقول له يا ابني وقت المحن صلي بمسبحة أمك. أمك يعني مريم. كمان بيقول البابا عن مريم وبيحكي عن دورها كوسيطة الرحمة في زمن مجيئه الأخير، عندما سيحيا جميع الذين للمسيح
ويلاشى آخر عدو للموت. هون بنستذكر كمان بالطلبة، طلبة العذراء مريم ملجأ الخطأ. ملجأ الخطأ كم باب السماء و... وبس سلام عليك مريم. صلي لأجل نحو الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أنا بقول لهم أنا بفوت خط عسكري. أنا مريم. مريم مريم بتكون واقفة، يعني بتكون هيك إنه غرامنا بمريم، بتفوتنا دغري هيك بفوت خط عسكري، يعني إنه نعم. إنه بالآخر بيصرخ يسوع لمربولوس إنه لمربطرس موال كيف تحت لهم، ولا قال له أمك أمك فوتتهم مدري يا بيه معهم فتيح السما كلهم من الشباك كلهم أمك. مريم هي الشفيعة، الشفيعة الأول. مريم مريم غرامة يلي ما بدها تخسر ولا حدا منا، حبها لقلنا تلقطها فينا، إذا بشوفها هالابن ملقطة بواحد منا إنه يثق فيها ثقة تامة. عم نخدها مشهد بشري نحنا نعم. بس هالإله يلي شاف مريم واقفة لما كان هو عم يتعذب، لما بده يشوفها لقطة حدا منا وفيت على السماء، عارف إنه هيدا يستاهل إنه يكون يعد. هي الشفيع الأول. مريم أجمل شيء بهالدنيا، مريم نعم. كل شيء. وهي الأم اللي ما راح تترك الإنسان حتى حتى ساعة موتنا. آمين. حتى ساعة موتنا يعني الآن وفي ساعة موتنا لا تتركنا مريم. شفت شو حلو، السلام عليك إذا بصليك المرة، إذا بس بقول هالجملة الآن وفي ساعة موتنا، وبتخيل أنا أنه أنا بساعة موتي قد ما قلت لها لمريم، ولك بالآخر قالت لي طوشتني خلاص فهمت أنا ناطرتك فوق. يعني بالمسبحة حتى منبلش بحدث البشارة مزبوط. ومنخلص اللقاء. لنهاية بشارة. حياتنا اللقاء مع إصابات وحتى نهاية حياتنا لك هالمسيرة بقى السلام عليك. شو فيها؟ وفي الآب يلي أرسل الملاك، الابن يلي هو الحدث، وروح القدس يلي هو عريس مريم. يعني فيها الآب والابن وروح القدس، وفيها كل هالإنجيل كله بصلاة صغيرة هي السلام عليك يا مريم. هيدي مدرسة مريم. مدرسة مريم. كمان حكي البابا بالرسالة عن مجد الخدمة لدى مريم، حكي لا يزال سبب رفعتها الملوكية، يعني وإذ قد صعدت إلى السماء فهي لا تتوقف أو توقف دورها الخلاصي حيث تعبر عن وساطتها. كمان كنا حكينا شوي أنه بعد خدمتها مجد الخدمة شو بتعمل فينا، قلنا نحن الخدمة على طريقة مريم. أول شيء مثل ما قال يسوع طوبى الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها، يعني الخدمة ضرورية، بس الخدمة تبع مريم هي طريق وصلت له. هن قسمين ثلاثة رح أحكيهم على السريع. بلشت مريم بالصمت وكانت صامتة، ثمرة الصمت هي الصلاة. كانت مريم تصلي لما ظهر عليها الملك، ثمرة الصلاة هي الإيمان، يا ممتلئة نعمة أعطاها النعمة وكانت تؤمن. ثمرة الإيمان هي الحب، مريم كانت تحب، ثمرة الحب كانت الخدمة، راحت عند إليصابات. مرقت بهو كلهم مريم توصلت للخدمة، وإذا نحن بدنا نوصل للخدمة بدنا نمر بهو كلهم، بدنا نصمت، بدنا نصلي، بدنا نآمن، بدنا نحب تنوصل نقدر نخدم. بس نحن ما نعبر كيف ما نصمت، اليوم العالم مش عم يقدر يصمت، الوباء حط كمامات على أفواه أو اتصار خطنا فيها تكون صمت، حط كمامات على أفواه كل الناس وترك دينينا ترك دينينا مشان يسمعوا. يعني نكمت أفواهنا حتى صرختنا فيها تكون صامتة أوقات، وبتقدر مثل ما بقولوا المطر هو اللي بيطلع النبت مش الرعد. المطر هو اللي بيطلع النبتة، هو بيطلع الوردة مش الرعد وصريخه. نعم. الصمت هو اللي بيعطي عجائب. مريم كانت صامتة، كانت تحفظ كل شيء بقلبها، مش معقول. وهي نقلت البشارة للرسل طبعا، لأنه هي المبشرة الأولى، كانت ماشية بمسيرتها مع المسيح. هي قوتهم، هي قوة القديسين اليوم. فيش قديس إلا من وراء مريم وصل لهالطرقات، للصبر، للتحمل، لكل هالأمور مريم. نعم. نشوف القديسين يعني عنا بلبنان كان كتاب أمجاد مريم، وكل هالمدايح بمريم كانت مرافقة قداستهم وصلواتهم وقراءاتهم، هي عنصر الأساسي بقداستهم. أوكي. كيف نتأمل اليوم إذا بدنا هيك نفكر نعمل مثل استخلاص لكل هالرسالة، ونكون عم نفكر اليوم كيف نحن منتأمل بمريم بحياة الكنيسة وبحياة كل مسيحي وبحياة كل أم اليوم وبي أو كل رجل وامرأة هن ماشيين بهالمسيرة بقلب حياة الكنيسة، لأنه الكنيسة هي جماعة المؤمنين. آخر جملة قلتيها حلو لازم نوقف عليها، الكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي أنا وأنت وكلنا. الكنيسة مش عدو شخص قاعدين نتربصته، الكنيسة إذا منشوفها هي مريم تسير على خطى مريم رح نصير نغرم أكثر بكنيستنا. الأم هي أم لكل ولاد، المنزوع والمنيح والملون والصاخن الأم هي بتحب ولادها مثل ما هني، ومريم أحبت كل أولادها.
الكنيسة هي على خطى مريم. الكنيسة تحب جميع أولادها، ولما اكتشفت الكنيسة أنه بدها تحب كل أولادها وانفتحت القد، جون بول دو هو انفتاح للكنيسة. جون بول دو زار 129 بلد. جون بول دو مشي 1.1 كيلومتر سفر. جون بول دو عمل أكبر تجمع 5 مليون نسمة لما يوم الشبيبة. جون بول دو عمل مسيرة للكنيسة. الكنيسة لما انفتحت على الجميع واعتبرت كل أولادها شرع أبوكم المسيح، لأنه في العماد المسيح لبستم. أنت خلص صرت شقف من المسيح. الكنيسة لما فتحت أبوها للكل لمت الكل. وجون بول دو لما فتح أكثر للكنيسة بالعلمانية، لما ترك العلمانية فوت لهم دور بالكنيسة، ودور المرأة، دور المرأة الأكبر بالكنيسة، كبرت كنيستنا وازدهرت ووردت من وراء هالقديسين، من وراء هالبابوات. أنا بنظر نظرة مريم إنها عملت انفتاح للكنيسة، لدور المرأة، لدور النعمة، لدور الحنان. الكنيسة هي كنيسة حنونة، بتحب أولادها، بتغمرهم. الكنيسة بتغمرنا، منفوت على الكنيسة لازم نحس إنه الكنيسة هي مثل مريم عم تغمرنا وتاخذنا عند يسوع. الكنيسة هي دورة رغم العواصف ورغم الشدائد. الكنيسة عم تتعرض لكتير مخاطر، محن وهي صامدة. نعم. بفضل روح القدس وبفضل حنان مريم وحب مريم، وهي أم ومعلمة مثل ما حكي عنها المجمع الفاتيكاني الثاني. لازم ندافع عنها، ولازم ندافع عنها، بدي ما نضطهدها. وهي بنيت على دم ثمين للغاية، وعلى صخرة بطرس، على صخرة بطرس، وعلى الشهداء الأولين تبع الكنيسة. وهي مريم، صورة مريم الحاضرة الدايمة، مشان هيك هي كمان قوية. أنا بشوف الكنيسة ماشية بها مريم، هيك سووا ماشيين حد بعضهم، بس شوفوا ماشيين حد بعضهم لأحلى منظر. ماشية بقلب مريم. ماشية بقلب مريم. نعم. اليوم إذا بدي هيك وصف شوي، اليوم بس نحكي عن المرأة، بنحكي عن الجمال، بنحكي بنصفها بخصائصها الجمالية. اليوم إذا بدي أسأل سؤال، ما هي صفات وخصائص الجمال لدى المرأة المريمية؟ نحكي اليوم ملكة الجمال، في طول هالقد، في بشرة، في كل هودة الخصائص. ما هي صفات وخصائص الجمال عند المرأة المريمية؟ تواضعة، المرأة المتواضعة تهدم أكبر جبل. المرأة المتواضعة لما بتتواضع بتصير تحب الامرأة المحبة اللي بتحب، الامرأة اللي بتحب، امرأة طيبة، الامرأة يلي أمينة، مثل ما مريم كانت أمينة لا 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 عروسة للروح القدس. الامرأة الأمينة، ونحكي عن امرأة يعني الرجل كمان. نعم. يعني ما عم نفصل الامرأة والرجل، نحكي عنهم اثنينتهم. نعم. الأمانة، الإخلاص، الحب، التضحية. إذا راحت التضحية فرضت عيالنا، وإذا بعد عيالنا نحن المسيحية واقفين، لأنه في تضحية من وراء أم، في أم عم بتضحي، في أم صامدة لن تستسلم رغم كل الصعاب ورغم كل الأحوال الاقتصادية، مستعدة تعمل من حبة الزيتون تعمل وليمة الأم. هذه هي هذا جمال المرأة. جمال المرأة فوق. المرأة عندها صفات نحن ما عندنا إياهم الرجال حتى. المرأة رائعة. المرأة هي مريم بصورة إنسان، وهالجمال الداخلي رح يعكس جمال خارجي ولا أروع من هيك. قد ايه دورها اليوم المرأة بإدخال مريم ست عبيتها؟ لازم الأم هي اللي تبلش تجمع أولادها للصلاة. لازم الأم هي لما بتفوت عبيتها تصلي بإيدها عوجها وتحس إنه مريم فاتت معها على البيت. لازم مريم تكون ساكنة معنا. نحن بالبيت كنا نترك كرسي فاضي، يلا بطلنا تبا كون عم كذب يعني. كنا نترك كرسي فاضي نقول هذه ليسوع، هذه الكرسي عم يتغدى معنا على الغدا، ونترك صحن فاضي ونترك هيك، ونترك لمريم انه يحقجت مريم نضل، وبعيد الميلاد نحس انه يعني نلعب لعبة مريم، يعني كيف مريم موجودة ما نحط يسوع للحظة عيد الميلاد. الام هي اللي بتلعب دور كتير كبير، بتحط مريم، بتعيش مريم مثل الوردة مريم يلي انت بتسقيها، والام هي معها هالبريق المي اللي بيسقي هالوردة يلي بتعطي أجمل ما يمكن، يلي هي مريم العذراء. مريم هي وردة بقلب بيتنا، والأم هي اللي بتسقي هالوردة. بتذكر إنه يحيي معنا، يحيي هون عم تسمعنا، مرفقتنا وحدنا. والتكرس اليوم، تكرس العيال للعذراء كمان بجوهر العيلة وبيخليها تشبهها أكتر. أنت بتعرف لبنان اللي تكرس قلب مريم قد أنقذ من مصايب كتير من ورا تكرسه القلب مريم.
نحن بأصدقاء مريم كرسنا لبنان لقلب مريم، وبنتذكر كتير منيح انه بحرب 2006 وقفت الحرب 14 آب فجأة بطريقة عجائبية، وقفت ما بنعرف كيف وقفت، وضل في وضل في الحصار البحري والجوي اللي هلكنا وما نفك إلا بـ8 أيلول بعيد العذراء الثاني. البلدين اللي تتكرسنا مريم ما 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 بصيبها شيء. البرتغال كانت مكرسة لقلب مريم بالحرب، ما قطعت عليها الحرب العالمية، كثير عالم تكرسوا لمريم، كانت حياتهم غير سماوية. بكرس أملاكي، بكرس بيتي، بكرس حياتي، بكرس كل شيء لمريم. نعم أسعد، حلقتنا خلصت، شكرا لك. إذا اليوم بدك تختم بصلاة صغيرة، بتأمل صغير، بدعوة صغيرة للمشاهدين اليوم اللي عم يسمعونا، شو بتقول لهم؟ بقول لهم يتيم من لم يتعرف إلى أمومة مريم. مريم هي الحب، مريم هي الأم اللي بتلم، مريم هي لما أنت بتكون ضايع هي النور بعتمة حياتك، مريم هي نجمة الصبح يلي بتخبرك أنت وماشي بالبحار وضايع، هي اللي بتدلك على يسوع على ابنه، بتدلك على الشط الأمين. مريم هي الأم الخيفين عليك، ومين أكتر من هالأم بخاف عليك؟ ما بقى تستهتر بالحياة، ما بقى تستهتر والأيام تسبقك، عمول فريمات، واليوم كل شيء عملنا فريمات، وقاف اتطلع شوف عظمة مريم حد منك، شوف مريم اللي غامرتك، شوف مريم اللي خيفين عليك عم بتهديك، شوف مريم اللي كمشتك بإيدك. اوعى أنت تكمش مريم، هي تكمشك، لأنه إذا أنت كمشتها بتفلتها عند أول مشكلة، بس إذا كمشتك بإيدك ما رح تفلتها بحياتك. كون مريم، خذ مريم أم لإلك، وما تخاف من شيء. أمين. ما تخاف من شيء. أمين. عم بتسمع درس مدرسة مريم، عم بسمع. شكرا لك. طبعا طبعا، شكرا لك، وهي أكيد أمنا وهالقد بتحبنا، ورحلتنا معك أسعد كمان كانت ملانة وبينت كتير أمومة مريم من خلال مرافقتك لكلنا بهيدي الرحلة اللي هي 7 أيام. واضح قديش، مشان هيك أنا بلشت حلقتي إنه اليوم نحن برسالة عم نناقشها مع شخص مريم، قادر اليوم يخبرنا من هي مريم والمرأة على مثال مريم. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا، على كل اللي تفضلت فيه، كل الشهادة اللي شاركتنا فيها. شكرا لك أسعد. مرسي لك. وأنا أهلا وسهلا، بشكرك من قلبي من قلبي من قلبي على الحديث اللي صاروا بجمعتين، لأنه مجدنا مريم وحكينا عن مريم، حكيت عن حدا بحبه، حكيت عن غرام قلبي، عن غرام حياتي، عن مريم اللي قد ما حكينا عنها منه فيها حق. هي الحب بعد المسيح، هي الحب الكبير. شكرا لك. وأنا رح أختم كمان مع ختام من مقتطف رسالة البابا يوحنا بولس الثاني بصلاة موجهة بغار منه لا يوحنا بولس الثاني، كان يحب مريم أكثر مني. بحبها كثير، وهي كانت ربع إيديها يبدو، ونحن كمان مريم هي أمنا بكل لحظات حياتنا، لو كنا نحن ما وعينا على حضورها دائما، بس هي كانت دائما حاضرة. هذا بيكفي ليفرحنا ويعزينا ويكون هيك عم بيبهج قلبنا. بيقول البابا: يا أم الفادي الحنون، يا باب السماء الذي لا يغلق، يا نجمة البحر، هلم إلى إنقاذ الشعب الذي عثر ويسعى إلى أن ينهض. لقد ولدت خالقك فذهلت الطبيعة. رسالة أعطيت في روما في جوار القديس بطرس في 25 من أذار سنة 1987، الموافق عيد البشارة بالرب في السنة 9 لحبريتي يوحنا بولس الثاني. الله معكم. أمين.